اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا ربنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين، وفي النبيين وفي المرسلين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، ونعوذ بك اللهم من شر هذه الليلة وشر ما فيها وما بعدها، ونعوذ بك اللهم من أن نجترح سوءا أو أن نجره إلى مسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وفي المسلمين أجمعين. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة دار السلام، واجعلنا من عتقائك من النار، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، ودليلنا إلى جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك اللهم كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك العدل في القصد، ونسألك العدل في القصد في الفقر والغنى. نسألك اللهم الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دائرة السوء، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل نصرك المبين على عبادك الموحدين المؤمنين المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.